بداية التفاصيل أو بداية اختفاء إيهاب تم إزاي؟ بداية اختفاء إيهاب، أنا كنت في مشوار في القاهرة وراجع تقريبا حوالي الساعة 5، 5:30، اتغديت ودخلت أريح شوية. بعدين لقيت والدته ملهوف عليه جدا وبتقول لي إيهاب اتأخر عن ميعاده، وبرن عليه ما بيردش وبيكنسل وما بيرجعش يعاود الاتصال. فأنا قابلت الأمر الأول ببساطة، قلت لها لا ده هو عارف بيجي ازاي، تلاقيه مع حد من أصحابه أو بيعمل حاجة وهيجي. بعد شوية لما زاد قلقها رنت أنا كمان عليه، كنسل برضه وما جاه وما ردش عليا تاني. فبدأت أقلق، نزلت أدور عليه على الطريق خوفا تكون عربية خبطته أو حاجة، ما لقينهوش. كان في الوقت ده بقى عمه بدأ ينزل بوست يبحث عنه على النت، مع يسأل أصحابه يعني معهم على الجروب كده، حد إيهاب عند حد منكم يا ولاد؟ لأن تليفونه ما بيردش، لو هو عند حد يتكلم. فخبر طيوب انتشر، الموضوع خد له حوالي ساعة ونص ساعتين، وإحنا بنحاول نتصل عليه كلنا من كل تليفونات البيت لغاية ما رد على تليفون خالته، واللي رد علينا واحد تاني قال لنا إيهاب معايا دوروش عليه، أنا عايز 100,000 جنيه. وكان طبعا بيقول رقم أكبر من كده، بس أنا سمعت كده، ده اللي أنا سمعته ساعتها، وكان عايز 500,000. لكن أنا لحظة ما باخد التليفون من خالته عشان أسمع سقطت كلمة في النص، هتحولهم لي على 17 رقم مختلفين وهدي لك الأرقام، وكان لازم ما بردش عليكم على ما كان لازم يطلع بره المحافظة وانتظروا اتصال مني على رقم تاني. يعني كله كلام للتضليل، عرفنا بعدين انه كلام للتضليل. فانتظرنا شويه لحد يتصل علينا، ما حدش اتصل، بلغنا الامن وهو تولى المسؤوليه من الوقت ده. لكن طبعا كان المجرم كان نفذ جريمته بالفعل، وكان الموضوع تخلص هو فعلا من الجثه كمان زي ما عرفنا بعد كده. مخطط ليه طبعا؟ ما جاش في بالكو ان الموضوع هيوصل لكده؟ لا 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 اطلاقا، ولا كان يخطر على بالي في اسوء كوابيس ولا اي حاجه. الموضوع كان بعيد عن تخيلي تماما. يعني قعدت يومين لحد ما تم العثور على، لا هو يوم واحد يعني، هو اختفى الساعة 7، 7:30 يوم 13، واحنا لقينا الجزء اللي لقيناه الاول يوم 14 بعد العصر، بعد اقل من 24 ساعة. شفت نص الجثمان عرفت ان ده ايهاب؟ ايهاب اخويا اللي شافه وعرف، انه كان اول حد من العيلة يوصل. بعد ما الناس وصلت هناك طلبوا حد من العيلة يروح، كان اول حد يوصل ايهاب اخويا، وهو اللي شافه وعرف. وقتها بقى كان عندما ربنا ما اكتفاش على حد، ربنا ما اكتفاش على حد، لا قريب ولا غريب ولا اي حد. ايهاب كان الابن الوحيد على 3 بنات. ايوه كان هو سندك وعزوتك في الدنيا، هديه ربنا ليك وربنا خد هديته. يعني كل شيء بقدر الله، نحمد الله على كل حال، اللي ما اعطى اللي ما اخذ، كل شيء عنده اجل مسمى، قدر الله ما شاء فعل. لما عرفت ان الامن الداخليه قبض على القاتل والقاتل طلع مدرس الفيزياء، كانت صدمة تعادل صدمة خبر مقتل. كنتش متخيل أبدا إن المفترض إنه إنسان اللي هو المنوط به تعليمه وتربيته مدرسه أستاذه، إن هو اللي بنأمنه عليه هو اللي يعمل الجريمة البشعة دي. يوم ضربين يعني ده غدر، ده غدر وخسة ونطاعة ما كناش نتخيلها ولا في أسوأ سيناريوهات التفكير والكوابيس كمان. لكن قدر الله ما شاء فعل. عرفنا ان علاقته يعني كانت قويه بيه جدا، كان بيعتبره زي اخوه الكبير. احنا كنا فاهمين كده، لكن لما اتضحت الامور والتحقيقات اكتملت اتضح ان هو كان يعني بيقربه منه لخطه مدبره سلفا. هو كان راسم خطته من زمان، والموضوع كله كان ترتيب مسبق ومن زمان، من اسابيع ومن شهور، لانه شاري سكينه من زمان وبيقربه منه وعامل حسابه يعمل ايه، ومجهز الخطوط ومجهز حتى ماكينات الاي تي ام اللي هيصرف منها الفلوس بعد ما يبتزنها وياخدها، وهو منفذ جريمته من اول دقيقه وناوي يبتز بعد كده. يعني القاتل كان مخطط من شهور للجريمه؟ ما اعرفش من شهور او من اسابيع، لكنه مخطط من زمان وعامل لستة بالماكينات الاي تي ام اللي هيصرف منها. يعني المساله كانت مش وليده اللحظه، ده مساله مخططه ومرتبه وسبق اصرار وفي غدر وخسه ونطاعه منقطعه النظر. هي جريمة مكتملة الأركان. أولا القاتل كان بيدور معاكم على، كان بيدور وبيبحث وبيطمن على الأخبار، كان بينشر بوستات على الفيس كمان، يعني يدعي على القاتل وعلى اللي عمل كده في إيهاب، وإنه ربنا يدوقه حاجة زي كده.
ما كانش نزل في بوست مخالفنا فعلا قبل. دعا على العمل لإرهاب والناس تعاطفت جدا مع البوست. للأسف احنا شعب طيب يعني كلنا يعني انا واحد من الناس لما النيابة سألتني قلت لهم يا فندم لا يمكن يعني ده استاذ وصديق مش مصدق انه هو طبعا يعمل لا. كده لا النيابة تقريبا اللي كان عندها أدلة ولما قالوا لي تتهمه او انه ممكن يكون قلت له لا مش ممكن ده بيعتبره زي اخوه ده صديقه ولما استبعدت العمل عرفت تمام. وتأكدت ان هو قلت لحضرتك اللي كانت صدمتي فيه كبيرة جدا زي صدمتي الاولانية شفته بعدها لا للأسف ما شفتوش ويعني مش عايز اشوفه الحمد لله مشفتوش يعني الوجوه دي ربنا ما يوريها لنا ابدا هو ولا غيره. عرفنا ان ايهاب يعني كان لدرجه ان هو لو جاب حاجه اكل كان بيجيب له معاه كان بياخد معاه وهو رايح الدرس سواء من البيت لو مامته عامله حاجه حلوه بياخد معاه اللي هو لها للمستر لو اشترى حاجه من سوبر ماركت او حاجه بيجيب له معاه وبيعتبر العلاقه وديه وبيعتبره اخ ومش مساله مدرس وخلاص كانوا يخلصوا ويقعدوا يلعبوا بلاي ستيشن كده على الموبايل مع بعض ما بتتكلموا لا بس اغلب المستر جيمو جاما يعني ما كانش ابدا متوقع ان الخيانه والغدر تيجي من واحد المفترض انه اقرب واحد ليه لكن احنا يعني لكن الواضح بعد كده ان ده كله تخطيط مسبق انه يقربوا منه انه يقربوا منه تخطيط مسبق انه يقربوا منه علشان يفعل الفعله الشنيعه دي لان هو مخطط ليه الموضوع مش جاي يعني باي لك او جاي بظروفها لا ده مخطط ليه ده جريمه مكتمله الاركان وجريمتين جريمه الغدر والقتل دول جريمتين مش جريمه واحده غدر ان هو وثق فيه والقتل فالموضوع مخطط ليه ومدبر ليه ومجهز كل شيء ومجهز حاجات ما تجهزش في يوم ولا اتنين ولا تلاته الكشوفات بتاعت الاي تي ام موضوع ال 17 رقم تخطيط مسبق تخطيط وذكاء السكينه. عرفنا ان انت كنت رافض تستلم جزء من الجسمين وقلت مش هدفن ابني على مراحل لكن دي انا ما اقدرش ارفض اللي الجهات المعنيه تامر بيه لان ده هم ادرى بالمصلحه في البدايه العامة. يعني قبل احنا لما انا ما حدش من الجهات امر بحاجه واحنا رفضناها احنا بس كان كل ما هنالك من الاعلام هتدفنوا ولا تستنوا فاحنا قلنا لا مش هندفن على مرتين لو ان ده متاح لكن لما الطب الشرعي خلص اجراءاته وامروا بدفن النيابه امرت بالدفن الجزء الموجود لازم نمتثل طبعا ما اقدرش ناخر حاجه لان ده قانون واحنا ملتزمين بيه. والدته دلوقتي في حاله صعبه جدا يعني الله يكون في عونها ما حدش يقدر يتحمل اللي هي فيه والدته في حاله العلف ربنا يخفف عنها ما هي فيه ربنا يصبر. شكرا. خلينا نلقى قبل كده مظبوط وكنتوا يعني قلت لنا احنا القاتل من بره البلد او متوقعين ان هو يكون من بره احنا مش متوقعين هو طبعا ما فيش حد كان يتوقع ابدا ان المجرم ده اللي هو وثق فيه واللي هو مدرسه والمفروض احنا بنأتمنه على حياته او اهله بيأتمنوا على حياته يكون هو سبب في ذكره محدش كان يتوقع الامر ده خلاص على الاطلاق فكلنا ما كناش ظنين فيه حتى والده كانت الحياة كلها بعد الشبهة عنه بعد شبهة ليه لان ده كان فنان بيخطط وبيدبر يقرب الولد منه ويحببه فيه فطبعا والده شايف ان هو بيعامله زي اخوه الصغير فما جابش الشك عنده نهائيا يعني قال شك في اي حد الا ده فطبعا الامر ما كناش نتوقع الامر ده على الاطلاق لو ما طبعا فرق البحث الامني الناس بصراحه ربنا انا شفت الموضوع ده بنفسي كانوا حاطين الموضوع موضوع شخصي لان طبعا حاطين ان ده ابنهم انا حتى قلت لهم يا جماعه انا شفت انتوا بتتعاملوا كانه ابنكم مش كانه مش بقلب ضابط شرطه او بعقل ضابط شرطه ورجل امن تتعامل بمعامله ان ده ابنك فوارد اللي حصل ده يحصل عند اي حد قالوا فعلا احنا كنا بنعمل كده والناس ما قصروش في اي شيء بصراحه ربنا واحنا سقطنا زي ما هم جابوا القاتل باسرع ما يمكن سقطنا بعد كده في القضاء العادل ان يكون الحكم رادع وسريع ويكون منجز ويكون شافي لصدورنا ان شاء الله بامر الله زي ما الجريمه كانت شنيعه وكان صعب وما فيش اي حد يتخيلها ان شاء الله تعالى القصاص العادل والسريع ان شاء الله تعالى واحنا واثقين في قضائنا احنا واثقين ان ده هيحصل ان شاء الله متوقعين ان مثلا الحكم هيبقى من ثاني جلسه ان شاء الله تعالى الحكم هيكون سريع ده ظننا في الله ثم في القضاء زي الناس ما ساعدت
الجهاز الامني والبحثي ان شاء الله طال القضاء هيعمل اللي عليه وزياده، ده سقطنا في اللازمة فيهم يعني ان شاء الله بامر الله. المدرس ناس كتيره شكرت في سمعته، هل كنتم متوقعين ان هو يطلع هو الشخص ده؟ احنا ما كناش متوقعين، بس هو اللي شكر في سمعته وشكر على اي اساس؟ مجرم زي ده يبقى سمعته يعني مش عارف يعني بيتكلم ده بيتكلم ازاي يعني؟ ده مجرم ومخطط، مش جت حاجه وردت اللحظه، ده مخطط، جهز سكين ومجهز زي ما قلت لحضرتك قبل كده كشوف بمكان يتم اللي يصرف منه، ومخطط بذكاء. جريمه كامله الاركان مش فيها كلام، مع سبق الاصرار والترصد زي ما قلت لحضرتك قبل كده، دول جريمتين مش جريمه واحده، جريمه الغدر بواحد احنا وثقنا فيه على وامناه على ابننا، ثم بعد كده جريمه القتل وهي الاشنع، ويا ريته قتل وسابه، ده قتل وعامل حسابه ومظبط نفسه ومجهز كل حاجه، مجهز الشواله اللي هيعبي فيها والاكياس والكلام ده كله، عامل حسابه. الموضوع ما جاش لوريد اللحظه طبعا، ولا كان في بينهم صداقه ولا اي شيء مما يقال. اي حد احنا قلنا قبل كده، قلنا اي واحد هيقول كلمه والكلمه دي هتضر بالقضيه مش احنا، ايهاب الشهيد باذن ربه اللي هيكون خصيمه يوم القيامه امام الله، لان لازم يجوا حقه. ايهاب مات صايم والحمد لله رب العالمين، يعني او ان كان فطر ممكن يكون فطر، لكن هو كان صايم في اليوم ده، لكن هو كان يوم كان صايم. نحتسب عند الله شهيد. ان شاء الله ان شاء الله، ده ظننا ان شاء الله تعالى بامر الله تعالى شهيد باذن ربه، يكون ان شاء الله تعالى مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ان شاء الله. يعني جريمه بشعه هزت، مش هنقول الدقهليه لا، مصر كلها، كل الناس بتدعي لي. خارج البلاد ناس اتصلت بينا وبتدعي وبتعمل عمرات ليه وبتدعي، وحد تكلم والده من السعوديه قال له والله يا اخي انا كنت اريد اجي لك بنفسي اعزيك، لكن حصل عندي طارئ حادث وفاه، كنت جاي لك بنفسي، حد سعودي. الناس كلها متعاطفه، لان عمل اجرامي غير مسبوق غير انساني، ولو واحد مجرم او بلطجي عمل الكلام ده هو طبعا مش هيكون متقبل، لكن غير متوقع ان المدرس زي ما قلنا قبل كده اللي هو الامين على حياته واللي امناه على حياته يكون هو سبب في ازهاق روحه. ده الموضوع كله. وربنا ان شاء الله تعالى ينصر الحق ويشفي صدورنا ان شاء الله تعالى بالحكم العادل ان شاء الله. اعزائي متابعي كايرو لايف قناه القاهره 24، كنا